بالرغم التمشيط. جلى الصباح على ما بدأته قسد في الساعات الأخيرة من عملية عسكرية في ذيبان، آخر المعاقل الخاضعة لسيطرة مقاتلي العشائر العربية بدير الزور، بأنباء تتحدث عن حسمها للمعارك المستمرة منذ نحو 10 أيام في المنطقة لصالحها. فقسد أعلنت انتهاء ما تصفه بعملية تعزيز الأمن في شرق سوريا مع استكمال مقاتليها لجهود تمشيط وتطهير ذيبان، مسقط رأس شيخ قبيلة العقيدات العربية بدير الزور إبراهيم الهفل، والذي يتصدر قائمة المطلوبين لقسد على خلفية دوره في تمرد العشائر وإشعال الفتنة تنفيذاً لأوامر خارجية بحسب هذه القوات. وأفاد بيان قسد بأن مصير الهفل الذي يقود قوات العشائر بذيبان لا يزال مجهولاً، وبأن مقاتليه فروا إلى مناطق النظام السوري على الضفة الغربية لنهر الفرات. إلا أن العشائر العربية بدير الزور تحاجج بعدم دقة الأنباء التي أوردتها قسد، فمصادرها تتحدث عن اشتباكات مستمرة ضد قسد عند أطراف ذيبان. تم السيطرة على 6 قرى من محور مدينة منبج. كما تناقلت مواقع المعارضة السورية أنباء عن معارك كر وفر شهدتها محاور منبج في الأيام الأخيرة بين قسد ومقاتلين عشائريين قادمين من معاقل المعارضة في إدلب، ما قد ينذر باتساع الشرخ بين قسد ذات الأغلبية الكردية والعشائر العربية بالمنطقة، وبإمكانية توظيف أطراف متنفذة هناك كتركيا لهذا الشرخ لتحقيق مكاسب ضد قسد. وتؤرق هذه المخاوف على ما يبدو التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، إذ تحدثت تقارير إعلامية عن لقاءات أجراها وفد أمريكي مع قسد في شمال شرق سوريا في الساعات الأخيرة، حيث حثها على الإصغاء لمطالب أهالي دير الزور. وتتحدث هذه التقارير عن وساطة يقودها التحالف لبدء مفاوضات بين قسد والهفل، إلا أن تسجيلا منسوبا للهفل نفى صحة وجود اتصالات مع التحالف الدولي، فيما تداولت بعض المواقع ميل قسد للحسم العسكري عوضاً عن التفاوض. وللمزيد مشاهدينا، معنا من موسكو الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو، ومن الحسكة سيا مند علي، مدير مركز إعلام وحدات حماية الشعب، ومن مرسين في تركيا عبر سكايب سعود النجرس أحد شيوخ عشيرة العقيدات. مرحبا بكم جميعا. شيخ سعود، أريد أن أبدأ مع قوى سوريا الديمقراطية تقول بأن العمليات العسكرية انتهت في ذيبان، أنت ماذا تقول؟ العمليات العسكرية سيدي لم تنتهي حاليا، هناك اشتباكات حاليا وأنا أتكلم معكم على أطراف مدينة ذيبان وداخل ذيبان. قسد صورت بعض المقاطع على أطراف مدينة ذيبان وادعت أن هناك سيطرة على هذه المدينة، للآن لا يوجد سيطرة تامة. ما الذي يجري؟ يعني هل ما زالت المواجهات بين قوات العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية قائمة في هذه المدينة؟ المواجهات قائمة للكريم، هناك اشتباكات حاليا من جهة الطيانة باتجاه ذيبان ومن قلب مدينة ذيبان. هناك مقاطع فيديو بثتها أكثر من جهة إعلامية لوجود مقاتلين حاليا في مدينة ذيبان. قسد استندت قوات سوريا الديمقراطية وقسد استندت على بعض المقاطع في أطراف مدينة ذيبان وادعت السيطرة. هناك حاليا قصف على مدينة الطيانة، هناك جرحى ما بين المدنيين. هذا الكلام حاليا وأنا أكلمك سيدي. من يقوم بهذا القصف في هذه الأثناء؟ من طرف قسد. طيب سيد سيامند علي، المواجهات ما زالت مستمرة في هذه المناطق رغم أن قوى سوريا الديمقراطية أعلنت انتهاء العمليات العسكرية هناك. مرحبا بك وبالسادة الضيوف. العمليات العسكرية انتهت ببيان رسمي من قوات سوريا الديمقراطية، وتم تمشيط وإخراج الداخلين الذين كانوا يحملون السلاح ودخلوا من الضفة الغربية إلى القرى والبردات المجاورة لنهر الفرات، تم إخراجهم بشكل كامل. قبل 3 ساعات كنت متواجدا هناك وفي قلب بلدة ذيبان لم يكن هناك أي اشتباكات، ودخلت عشرات الفرق الإعلامية الموجودة والمرخصة في شمال وشرق سوريا ووثقت هذه الحالة الميدانية على الأرض.
الجميع المقاتلين حسب رصدنا لهم أغلبهم توجه إلى الضفة الغربية التي هي تحت سيطرة قوات النظام السوري. طيب ماذا يعني ضيفي حينما يقول قبل قليل بأن المواجهات قوات عشائر ما زالت في هذه المناطق؟ وهذا الكلام قبل يعني دقائق من الآن. أريد أن أؤكد نقطة، العملية انتهت، لكن هناك ربما تكون بعض الأشخاص أو بعض شخص أو شخصين يقومون بعمليات استهداف في مناطق دير الزور الشاسعة. أيضا هناك تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة التي استغلت هذا الوضع ما بين قوسين إن سميناه الفوضوي، استغلت هذه الفرصة وتقوم بشن عمليات على قوات سوريا الديمقراطية ليس في بلدة الديبان، هناك أراضي شاسعة في مناطق دير الزور، وتقوم وتستفيد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بإشغال قوات سوريا الديمقراطية وتحت مسمى العشائر العربية، مع الأسف وهي بعيدة كل البعد عن هذه الأفعال التي تقوم بها. العشائر العربية هي موجودة مع قوات سوريا الديمقراطية، وأكبر دليل أن أبنائهم موجودون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، والمجلس العسكري لدير الزور وقاداتهم ومقاتليهم الآن هم الذين داروا هذه المعركة ضد الجماعات المسلحة التي دخلوا من غربي الفرات وأعلنوها بفيديوهات موثوقة ونشروها على السوشيال ميديا، وأيضا تبنتها بعض الجماعات التي تنطوي تحت حكومة دمشق أنهم أرسلوا تلك الجماعات إلى شرق الفرات وقاموا باستهداف قوات سوريا الديمقراطية وحتى استهداف المؤسسات المدنية. أريد هنا أن أنوه على نقطة، القبائل والعشائر لا تنهب ولا تسرق. من هي تلك الجماعات التي سرقت محطة المياه في الديبان؟ حتى مقبرة الشهداء سرقت ونهبت بشكل كامل، ونحن مدى تجربتنا كأخوة كرد وعرب وسريان في شمال وشرق سوريا، هذه ليست من أخلاقيات العشائر العربية، وهذا أكبر دليل أن من كانوا يقاتلون قوات سوريا الديمقراطية هم ليسوا أبناء القبائل، هم كانوا مجموعات دخيلة تتبع للدفاع الوطني ولراغب البشير وجماعات تتبع للاستخبارات السورية تحت مسمى جميل جدا ألا وهي القبائل والعشائر العربية. دكتور نزار بوش ضيفي من موسكو، كيف يمكن أن نقرأ توجه من خرجوا من هذه المناطق بعد مواجهتهم لقوات سوريا الديمقراطية باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ هل كان النظام يتابع ما يجري في هذه المناطق؟ هل هو مستفيد مما جرى ويجري الآن؟ نعم، تحية لكم. حقيقة مؤسف أن نرى هذا الاقتتال والذين يقتلون هم السوريون من كل الأطراف، والمستفيد الوحيد هي الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاقتتال. وأريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا، وهو أن قسد هي دملة حقيقة في الشمال شرقي سوريا، وهي التي أذلت العرب والعشائر وقتلت واغتصبت وحتى سرقت حقولهم. ويعرف طبعا يعني ضيفك من عشيرة العقيدات ذلك، وتم جر طبعا الشبان إلى الخدمة غصبا عنهم. فأعتقد قسد الآن تواجه العشائر، لأن العشائر سئمت من قسد ويعني ملت من هذه التصرفات الإجرامية لقسد في شمال شرق سوريا. أما بالنسبة للحكومة السورية، وباعتقادي أن لها اتصالات، لا شك اتصالات مع العشائر، ليس الآن فقط ولكن منذ زمن من سنوات، هي لم توقف عن التواصل مع العشائر، لأن العشائر هي أصحاب الأرض. وأنا شخصيا عشت في الرقة أكثر من 6 سنوات، وأعرف هذه العشائر وطينتها الطيبة، والتي أهينت بوجود قسد، وتم قتل الكثير. وبالمناسبة في مدينة ذبيان أو بلدة ذبيان تم قتل أكثر من 30 شخص رميا بالرصاص، وهم رفعوا أيديهم رميا بالرصاص في ساحة ذبيان، وهذا طبعا موثق هذا الشيء. أنا لا أقول من عندي هذا الكلام. فأعتقد قسد هي عبارة عن يعني تجمع عسكري صنعته الولايات المتحدة الأمريكية كما صنعت داعش. وأخيرا إذا بتسمح لي، لماذا لم تذهب قسد مثلا إلى عفرين وتحرر عفرين؟ عفرين أغلبيتها من الأكراد، لماذا لم تحررها من الأتراك والاحتلال التركي، وهي التي سلمت
سلمتها أصلا إلى الاحتلال التركي. طيب. إذن قصد عبارة عن مشروع أمريكي من أجل الانفصال والالتحاق بكردستان العراق ليكونوا ما يسمونه كردستان الكبرى. هذه هي الحقيقة، قصد عبارة عن دملة في خاصرة سوريا. شيخ سعود، أعود إليك، لابد أن لديك تعليق على ما قاله ضيفي سيامندا علي من الحسكة. يقول العشائر العربية لا تسرق لا تنهب، من قام بهذه الأفعال هم الذين واجهتهم قوات سوريا الديمقراطية، وهم أتوا بعنوان جميل كما يقول تجمع العشائر العربية. أولا أخي، السرقة الموجودة في المناطق هي من أفعال قسد ومن أزلام قسد في المنطقة. نحن لا ننكر أن لقسد أزلام في كل المناطق وللنظام السوري، وتعقيبا على كلام ضيفك الذي قال من موسكو قبل قليل أن قسد حاولت إذلال العشائر إلى آخره. قسد تنتهج نفس نهج النظام الذي تدافع عنه. فنحن نرى كعشائر وقبائل عربية أن الاثنين عملة وجهان لعملة واحدة. هذا قولا. بالنسبة للسرقات التي حصلت هنا، نتكلم ببعض المقاطع التي انتشرت على صفحات قسد حصرا للأسد. انتشرت على بعض صفحات قسد حصرا للأسد. وامتهنها المرصد السوري لحقوق الإنسان. نعم، نحن لا ننكر دخول بعض الخلايا بلباس مدني من طرف النظام، لكن لم يشاركوا بالمعارك. امتهنوا السرقة كما ادعى ضيفك. ونحن كأبناء قبائل نعلم، وأبناء منطقة نعلم الاتفاق الذي جرى بين قسد وبين النظام بهذا الخصوص. أبناء العشائر لم يسرقوا، أبناء العشائر لم يذهبوا للحسكة ليقاتلوا ليسرقوا، أبناء العشائر يدافعون عن مناطقهم. ولكن شيخ سعود لو سمحت لي، يعني الآن ونحن نتحدث بهذه العناوين العامة، نقول العشائر العربية، أبناء العشائر، يعني نلاحظ أيضا بما ينشر من تلك المناطق تجمعات لرجال عرب، رجال عشائر طبعا وقبائل، يعلنون دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية، ويعتبرون من يأتون إلى هذه المناطق ويحدثون بلبلة هم يا أما من النظام، قوات النظام، أو هي تابعة لداعش أو الميليشيات الإيرانية. بالتالي لا يمكن الحديث بشكل عام أو باسم جميع القبائل العربية في هذه المناطق، أليس كذلك؟ أخي، قسد موجودة بالمنطقة وقوات النظام موجودة بالمنطقة بريف منبج، بريف الرقة والحسكة، وهم وجهان لعملة واحدة وموجودين في نفس المهاجر ونفس النقاط. قسد حاولت شراء بعض الدمم واشترت بعض الدمم من بعض أبناء القبائل والعشائر، لا ننكر هذا. لكن عندما نتكلم، نحن نتكلم عن أبناء القبائل والعشائر، لا نتكلم عن الشخصيات التي تخرج ببيانات تؤيد قسد مقابل مبالغ مالية، أو باعهم كرامتهم من أجل بعض المناصب، أو كسب ود بعض العناصر من قسد. أنت كلنا رأى الانتفاضة الشعبية، كلنا رأى المظاهرات الموجودة اليوم في مناطق خط الجزيرة أو في دير الزور دعما للشيخ إبراهيم الهفل، أو دعما للانتفاضة موجودة. يعني هل يعقل أن جميع الموجودين في أدير الزور وهذه المظاهرات جميعها ممولة من النظام؟ هل يعقل أن المنطقة التي تسيطر عليها قسد كامل أبنائها مع النظام؟ إذا من ضد النظام؟ من مع قسد؟ بعض الشخصيات المنتفعة فقط أخي الكريم. طيب سيد سيامند علي، الاتهامات الموجهة لقسد بين مزدوجين، إذلال القبائل العربية، شيوخ القبائل في تلك المناطق، بالتالي قامت هذه القبائل لمواجهة يعني ما يسمونه بالظلم الذي تمارسه قوات سوريا الديمقراطية. الآن هل أنتم على تواصل مع يعني شخصيات وازنة وأسماء فاعلة في هذه المناطق لوأد أي فتنة قد تطيح بالأمان الذي كانت تتمتع به إلى حد ما هذه المناطق؟ أولا للتوضيح، لو أرادت القبائل والعشائر العربية إخراج القوات العسكرية من مناطق دير الزور أو من أي منطقة في شمال وشرق سوريا، فالقوات العسكرية أقصد قسد لن تستطيع البقاء ساعة واحدة، لأن أغلبية المكون الموجود في تلك المنطقة هو المكون العربي. فمن غير المنطقي ومن غير المعقول أن القبائل والعشائر التي هي منضوية، أبنائهم منضوين تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية، يستطيعون البقاء هناك دقيقة واحدة لو أراد الشعب إخراجهم. هذا الكلام غير دقيق أبدا. أما بالنسبة للتواصل مع القبائل أو وجهاء وأعيان المنطقة، منذ اللحظة الأولى
قصد لم ترد أن استخدام القوى المفرطة، وأنتم تعلمون قوات سوريا الديمقراطية لها قوة وتجربة لمدة أكثر من 10 سنوات. لو أرادت استخدام القوة على 5 قرى لكانت تستطيع تمشيطها خلال أقل من ساعة واحدة، لكن اتصالاتنا كانت بشكل لحظي وبشكل ساعي بجميع الوجهاء وبجميع الشيوخ ورؤساء العشائر والعوائل المؤثرة بأن لا تخلق فتنة هنا. من المستفيد؟ كيف قصد تستفيد بالفتنة موجودة على أرض هي تسيطر عليها؟ ما هذا المنطق؟ لا يصدق هذا الأمر. ضيفي يقول ضيفي من تركيا يقول لك يا سيد سيمند علي بأن هناك أسماء تم شراؤها من قبل قصد، وهم الذين يخرجون ببيانات ويتحدثون باسم العشائر العربية. سيدي العزيز، القبائل والعشائر وأعيان المنطقة هم أعدادهم بالمئات أو ربما تتعدى الآلاف. أبنائهم المنضوين تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية عددهم يبلغ أكثر من 70% من قوات سوريا الديمقراطية. عن أي أعداد صغيرة تتكلم حتى نستطيع شراء بعض الشخصيات؟ كبار وقادات وأعيان كبار العشائر من البقارة وحتى العقيدات والجبور وغيرهم من العشائر الموجودة في المنطقة أدوا بياناتهم بشكل رسمي وداخل بيوتهم. أريد فقط للتوضيح أن قوات سوريا الديمقراطية هي مكونة من كافة مكونات المنطقة من أبناء المنطقة، وقادات مجلس دير الزور العسكري الآن هم من داروا هذه العملية. ما جرى هناك هو تلبية لمطالب أبناء دير الزور، هو عزل أبو خولة الذي كان هو بالفعل لديه جرائم جنائية وعليه شكاوي كثيرة من أعيان المنطقة، لذلك قامت سوريا الديمقراطية بعزله. طيب أذهب دكتور نزار بوش، الآن النظام حينما لجأت إليه تلك المجاميع الذين خرجوا بالفعل من هذه المناطق، كيف سيتعامل معها؟ ما هي الخطوة المقبلة للتعامل مع هذا النزاع الذي يشاهده في الضفة الشرقية للفرات؟ سأجيبك بكل تأكيد على سؤالك، ولكن إلي تعقيب أيضا. سريعا، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي زودت قسد وزودت هلأ الآن بسرعة وزودت طبعا العشائر بالأسلحة وتتفرج على اقتتال الطرفين، وهي تستطيع إيقاف الاقتتال بكلمة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي لا يهمها من يقتل من السوريين، لا يهمها كردي عربي مسلم مسيحي، لا يهمها، المهم هي أن تبقى في هذه المنطقة. أنت تصور أنه لم يقتل ولا أمريكي واحد خلال 9 سنوات على يد داعش، ولا أمريكي واحد، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أننا نحارب داعش. لماذا داعش لا تحارب الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لا تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات الأمريكية تهاجم الأمريكيين في داعش؟ أنت يعني من خلال هذا حديثك أنت يبدو لي وكأنك تدعو لقتل الأمريكيين. وبكل تأكيد أدعو لطرد الأمريكيين، لطرد الأمريكيين، هذا احتلال، يسرقون النفط والقمح وكل شيء ويتفرجون على اقتتال السوريين بين بعضهم البعض، لماذا هم لا يوقفون مثلا هذا الاقتتال؟ ولكن من مصلحتهم أن تبقى هناك زعزعة للاستقرار، أن لا يكون هناك أمل ليبقوا. وبالمناسبة يعني هذا الاقتتال هو مشروع أمريكي، هذا الاقتتال هو مشروع أمريكي، والآن العشائر طبعا لا شك أنها أهينت العشائر. أنا لا يعني أتفق مع ضيفك على الإطلاق أنها لم تهن العشائر، لا أهينت، واغتصبت حتى نساء من قبل قسد، وقتلت رجال وأطفال من قبل قسد هناك، شئنا ما بين قسد. أنا الانفصاليين الأكراد، أنا أتحدث الانفصاليين الأكراد، يجب أن أتحدث بوضوح عن ذلك، ولكن هذا أمريكا تتفرج عليهم. والسلاح للأسف الوقت يدهن، ولكن هو أمريكي. نعم، ولكن أمريكي. فقط تخيل لو لم يكن هناك هذا الوجود للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أين ستصل ما تسمى بالدولة الإسلامية؟ ربما حضرتك ستجيب على هذا السؤال، ولكن شكرا جزيلا على كل حال. شكرا جزيلا. لتم القضاء على داعش من عدة سنوات. طيب، منذ عدة سنوات لتم القضاء على داعش. شكرا جزيلا. نعم، على هذه المشاركة من موسكو دكتور نزار بوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو. نلحسك سيامند علي مدير مركز إعلام وحدات حماية الشعب، ومن مرسين في تركيا عبر سكايب سعود النقرس أحد شيوخ عشيرة العقيدات.